أكثرت صناعات منزلية عن المشغولات اليدوية. من تابع سوى التقرير مع الزميلة لجين إبراهيم. السيدة سمر ناصر من المستفيدات من مشروع تنمية المرأة الريفية الذي دعم مشروعها لأشغال اليدوية في المعارض والمهرجانات وصالة المرأة الريفية لتصبح عضواً فعالاً في دائرة تنمية المرأة الريفية في اللاذقية لمساعدة النساء الريفيات. أنا تعلمت من طفولتي هوايتي لحالي القط الموديل وأقعد أشتغل، أنا بحبها للسنارة كتير كتير. هوايتي من طفولتي اشتغلها وبعدين صرت اتطور شوي للبنات، لبناتي، لاولادي، لاحفادي اللي بدهم اياه اشتغلوا على الاخر يعني. ولا اشتريت غرض من برا، وكل اسبوع كنت لبس بناتي كل وحده بلوزه من الالوان اللي تعجبهم تنقيهم من كانوا صغار. يعني العالم بالسوق يستحلوا غرضي بايدي. أنا أشتغلهم ولبسهم وجففهم، الحمد لله كبروا وصاروا صبايا جهازهم أحلى جهاز. يعني شغل سنارة، شغل ترابيزات، شو بدك في العالم أنا بشتغله. حتى من الخيش اللي كانوا يكبوا العالم بزمانهم، نحن صرنا عم نعمل منه سنجاب، صرنا عم نعمل لوحات، وصاروا بقى أصدقائي يعملي لنا ساوي لنا. سمعت بالجمعية أنا تبعي تنمية المرأة الريفية في معارض، كان في بالمول معرض، كان في بالكازينو معرض لسيدات الأعمال، اشتركت فيه بالروتانا، كل المعارض اشتركنا فيهم، في الكنيسة، يعني أكثر من 10 معارض اشتركت فيها. بعدين اتطورت أمورنا لجمعيتنا، جمعية تنمية المرأة الريفية، صرنا بلش بالضيعة، صرنا نطلع على القرى الفقيرة نحكي المختار يجيب لنا كذا صبية، 10 أشخاص مثلا نعطيهم لمدة 5 أيام، نعطيهم دروس ونحن نشجعهم على البيع، مندلهم على محلات سوق الضيعة، سوق تنمية المرأة الريفية. وصرنا بقى هلأ جمعيتنا الحمد لله مثل ما شايفتي شيء حلو ومرتب، يعني عم بيع وبيعي حلو، سلاية ومبسوطة، خرجيتي بجيبتي شغلات، يعني عم لاقي مفاجأة، عم بنبسط بقرش اللي بشتغل فيه، انا عم بحسه مبسوطة كثير، مرتاحة بالمردود المالي باعتباري ما عم انزل على السواق واشتري، وانا اللي بختار قطعتي، انا عم نقي القطع اللي بدي اياها اشتغلها، طقوم الترابيزات للبيت، اي شيء ببيتي انا بتفنن فيه، لباسي هلا جاكيتي شالي ثيابي كلها انا من عقلي بقعد بصممها وبلبسها وبكون مقتنعة انا بهالشيء. ولبناتي نفس الشيء، انا بتلاقي البنت بسالها هذا الغرض حلو انا بدي انزله على المركز، اللي لا هيدا الي كمان عم يشجعوني بالغرض اللي بكون انا عم بشتغل فينا. انا كنت بزماني ما افضى، كان اولادي صغار كنت حطها على البلكون للاشغالي، قول كل يوم دور اخر الشهر بدها تكون طلعت لوحه، ليش لا اشتريها انا من السوق، هي شغلي، هيك كنت ساوي انا اني حطها على جنب، بس لاقي حالي فاضي اشتغل لي دورين ثلاثه وننتج، يعني الحمد لله رب العالم. ليش ليكون غيرنا في عقل أكثر مننا؟ ليش أنا ما بغار من هالشغلة اللي عم تشتغلها فيتي؟ وفي مين يساعد؟ أنا بساعد، أنا بطلع والله وبعطي دروس لمين بيحب، ميت السلامة. شغل المرأة كتير لازم تكون سيدة نفسها، أنا سيدة نفسي، حرة التصرف، بشتري الخيط بشتغله، بتشكر الجميع لأني فعلاً نحن عم يقدمونا أكثر، يعني شيء لغيرنا كمان على الضيع، على القرى اللي عم نطلع عليها أنا مبسوطة فيها للطلع. بعدين عم نشجعهم على البيع، هني عم ينبسطوا وقت اللي عم نقول لهم القطعة حقها كذا، انزلوا نبيع لكم، عم ينبسطوا. يعني الحمد لله تطورنا وصار كميتنا كبيرة وصار في قروض هلا، وعدونا بالقروض، يعني عم يوعدونا بشغلات حلوة، إن شاء الله يزيدوا، أنا بتمنى استنزيد أكثر. لم يعد بمقدور الرجل وحده تلبية المتطلبات اليومية للعائلة، لذا بات عمل المرأة مصدراً لا يستغنى عنه من مصادر دخل الأسرة، فهذه المشروعات أثمرت في خلق نوع من الحراك الاقتصادي، فالمرأة كانت وما زالت
أساس بناء الوطن والمجتمع، أثبتت حضورها ووجودها من خلال إصرارها ومكافحتها للعيش بكرامة وعزيمة في كافة المجالات.